يقول روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. فلماذا أخذ وجمع القرآن من عثمان بن عفان؟ لا، هنا لما يقول خذوا القرآن من أربعة، هؤلاء الذين كانوا يهتمون بتعليم الناس القرآن، وعبد الله بن مسعود يقول: أخذت من في النبي، أي مباشرة، 70 سورة لم يشاركني فيها أحد رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن كان فيه ضعف أقرأكم أبي. وأما هؤلاء الأربعة فقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم لعناية بالقرآن. أما جمع عثمان للقرآن، عثمان كلف أربعة، كلف زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن هشام وسعيد بن زيد، سعيد بن العاص، أمرهم بجمع القرآن الكريم. وهذا الجمع، لكن القرآن بالتلقي النبي قدم هؤلاء الأربعة، حيث إنهم كانوا يعني ضبطوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم.